السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ولذلك جاء في الاثر ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: اي الايمان اعجب؟ قال له: ايمان الملائكة. قال: الملائكة عند ربهم فلما لا يؤمنون؟ ده شايفين العظمة وشايفين كل حاجة. قالوا: الأنبياء يا رسول الله. قال: الأنبياء يوحى إليهم فلما لا يؤمنون؟ إحنا بقى اللي إيه أعجب في الإيمان. قال: أنا فيكم فكيف لا تؤمنون؟ قال: إنهم قوم يكونون بعدي يجدون كتابا في ورق فيؤمنون به. كتاب في ورق كده، ولا شفنا النبي ولا عم ابدا اي حد. قال لك: هم دول اللي